الآن نحن دخلنا في مرحلة التشاور مع أولا مع القطاعات المعنية التي لديها عدد من الهيئات من المهنيين مثل وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة، فإذا لحصر هذه الفئات ولجلوس معها لكي نتفق على شيء أساسي، وهو أولا حصر كما قلت الفئات والفئات الفرعية، ثم أيضا الاتفاق على ما يسمى بالدغ الجزافي الذي على أساسه سيتم تطبيق النسبة المقررة في القرارات الصادرة في الموضوع، وبعد ذلك أيضا تكلف الهيئات التي ستتواصل داخل هذه القطاعات الحكومية وداخل هذه الفئات التي ستتواصل مع الصندوق المغربي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره هو الهيئة التي ستتكلف بتنفيذ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا المشروع إن شاء الله. هذا المشروع بطبيعة الحال هو مشروع كبير، مشروع سيأخذ شيء من الوقت، ولكننا نحن حريصون على أنه لن تنتهي هذه السنة إلا وقد بدأ تفعيل هذا المرسوم وبدأت عدد من الفئات في الاستفادة من مقتضياته، أي من التغطية وخاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية. العنوان ديال القانون فئات المهنيين والمستقلين والذين يشتغلون يعني لحسابهم الخاص، هذه هي كل الفئات باختصار، الناس اللي ما منخلطينش في اللي ماشي أجراء، اللي ماشي موظفين، ملي كنقولوا أجراء إما أنهم ما خاضعينش للنظام ديال الصندوق المغربي للتقاعد، ولا ما خاضعينش للنظام ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي هو موجه للأجراء. إذا كل الفئات الأخرى غير هذه فهي معنية بهذا النظام ديال المستقلين اللي هو نظام مهم جدا، واللي غادي يكون من نتائج ديالو التوسيع ديال الحماية الاجتماعية واحد الفئات كبيرة تصل إلى حوالي 5 مليون، وقد يصل يعني ذوي حقوقهم الذين سيستفيدون كذلك من هذا النظام حوالي 10 إلى 11 مليون. فهذا مشروع اجتماعي كبير وسيحتاج إلى جهد كبير وسيحتاج إلى تعاون، ولهذا العملية ديال التشاور مع المهنيين وهي عملية أساسية و ذات أهمية قصوى في نجاح المشروع. اليوم كانت مناسبة للقاء مع التجار بمدينة الرباط، وكان الموضوع هو التغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للمهنيين المهن الحرة والمستقلين، واللي هو في الحقيقة هادو فيه جوج تاع القوانين اللي صدرت تقريبا حوالي سنة، وبعد ذلك صدرت أربعة ديال المراسيم، والآن بقي واحد المرسوم اللي هو في التشاور مع المعنيين باختلاف المشاريب ديالهم، واللي كان اللي تحدد هو النسبة ديال المساهمة بالنسبة للتغطية الصحية هو 36% بالنسبة للنشطاء و 52% بالنسبة للمتقاعدين، هذا في التغطية الصحية. أما بالنسبة للتقاعد فهو 10%. الآن بقي واحد المعطى اللي مازال خصو هو اللي خصو يتثبت، وهو الدخل الجزافي، لأنه يعني ماشي هو الدخل الحقيقي نتاع كل تاجر، ولكن غادي يشوفوا على حسب التجار، هناك تجار كبار، هناك تجار متوسطين والجملة، وهناك تجار بالتقسيط، فهادو ماشي في نفس الفئة، وإذا خاص هاد المرسوم ديال الفئات، والمرسوم اللي غادي يحدد الدخل الجزافي، لأن هذا هو الآن اللي لحد الآن داخل في المشاورات باش يبدا هاد النظام، والناس تبدا تستفد، يعني 6 أشهر بعد صدور المرسوم، الناس في واحد الحاجة ماسة للتغطية الصحية، وبالتالي يعني النقاش والمشاورات اللي غادي تكون هو على هذا الأساس هو ديال الدخل الجزافي، خاصة فيما يتعلق بالنسبة للتغطية الصحية. أما بالنسبة للتقاعد فالمبدأ اللي مبني عليه هو شحال ما غيتكون المساهمة أكثر شحال ما يكون التقاعد أريح، وبالتالي كيكون الاختيار. بالنسبة اللي عنده قل من 1.5 السميك الحد الأدنى للأجر، تقاعد ماشي إجباري في الوقت اللي التغطية الصحية إجبارية على الجميع. اللي عنده أكثر من 1.5 تقريبا 4500 درهم في الشهر، هذاك اللي إجباري لا التغطية الصحية ولا التقاعد. هذا مشروع مجتمعي كبير سيهم تقريبا 1.5 مليون ديال المؤمنين، وتقريبا 10 ولا 11 مليون ديال المستفيدين، اللي هو الثلث ديال الساكنة باش يمكن ندخلوا في إطار التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية الشاملة.
ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.